أشارت إلى ضبابية تحيط بمسار الجائحة، وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن إنتاجها النفطي زاد في مايو إلى 25 مليون و460 ألف برميل بفضل السعودية وإيران، كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج المنظمة في 2021 بواقع 48 ألف برميل. وهذه نظرة على سعر برنت في هذه الأثناء، 71 دولار و66 سنت. للمزيد ينضم إلي من باريس دكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي في سي ماركتس لندن. دكتور يوسف أهلا وسهلا بك. تربط أنت الأسعار أسعار النفط عند هذه المستويات بأرقام التضخم في أكبر اقتصاد في العالم في أمريكا؟ بشكل طبيعي. أهلا وسهلا أخت زينة. بشكل أكيد جدا مهم، لأنه الآن التضخم اللي حاصل في الولايات المتحدة اللي يتوقع أنه يكون بين 3-4%، طبعا أعلى من مستوياته الاعتيادية، بشكل طبيعي بشكل أو بآخر سيكون له انعكاسات على أسعار السلع عموما، لأنه له أثر على انخفاض أسعار الدولار. فانخفاض أسعار الدولار حاليا أدى هو بشكل له عامل جدا قوي على دعم الأسعار اللي شفناها عند السبعين دولار أو حتى تجاوزت الواحد سبعين دولار للبرنت والسبعين دولار للخام تكساس. فلكن سياسة طبعا السياسة الفدرالية في الفدرالي الأمريكي لا زالت غير واضحة من ناحية زيادة الأسعار الفائدة في هذا العام، ولكن لو كان مثلا هنالك في قرار وغير الفدرالي الأمريكي سياسته من ناحية تسريع زيادة أسعار الفائدة، أعتقد أنه هذا قد ينعكس نوعا ما على أسعار الدولار، وبالتالي خلينا نقول أنه يبطئ سرعة ارتفاع أسعار السلع عموما، منها سعر النفط طبعا في هذا العام. لكن هذا لا أتوقع أن هذا السيناريو حاليا، لأن لا زالت سياسة الفدرالي الأمريكي غير واضحة حتى العام 22 و23. دكتور يوسف، أقرأ الآن على الوكالات وفي خبر عاجل بأنه الولايات المتحدة رفعت العقوبات على مسؤول إيراني في مجال الطاقة وعلى إيرانيين مرتبطين بقطاع النفط. على الفور فور ورود الخبر تراجع النفط بعض الشيء، هل تقرأ الأسواق في مثل هذه الأخبار توقعات بعودة سريعة أو قريبة للنفط الإيراني إلى الأسواق؟ حقيقة هو خبر مفاجئ، لكن خلينا نقول أن الأسعار طبعا تتفاعل مع الأخبار المفاجئة من هذا النوع اللي قد تعطي نوع من عودة أو تطمينات لعودة النفط الإيراني للأسواق. لكن لا زال لأنه في تصريح صدر من أعتقد من وزير الخارجية الأمريكي بالأمس، واللي هو أكد أنه عودة الصادرات الإيرانية للأسواق لا زالت خلينا نقول غير أكيدة بعض الشيء. فلو كان هنالك في خلينا نقول تسهيلات أكبر على من هذا النوع من رفع العقوبات على المسؤولين في الطاقة، أو أنه تخفيف العقوبات على الصادرات الإيرانية، في حد نظري أنها ستنعكس على الأسعار، وحتى يعني خلينا نقول أنه ستبطل الأسعار فوق السبعين دولار حاليا، قد نشاهدها تتراجع إلى مستويات الخمسة وستين دولار، خصوصا إذا كان هناك طبعا في زيادة. إحنا جالس نشوف حاليا أوريدي في زيادة من أوبك بلس بحوالي 2.1 مليون برميل من شهر جولاي. هنالك أيضا في ضبابية حول الطلب، واللي أكدته منظمة أوبك اليوم في تقريرها خصوصا في النصف الثاني من أول نهاية هذا العام. ففي بشكل أو بآخر، لكن دكتور يوسف في بعض التقارير تتساءل أنه إذا كان فعلا تحقق التعافي القوي من دون مفاجآت من كورونا، تتساءل عما إذا كانت المنظمة وحلفائها سيكونوا حتى قادرين على أن يلبوا السوق، وبالتالي نكون نتحدث عن سيناريو معاكس اللي تحدث عنه من ناحية سعرية. أنت هل ترى بأنه هذا ممكن؟ هو في سيناريوهات كثيرة قرأت عنها، منها مثلا سيناريو جولدمان ساكس اللي يتصور أنه النفط يكون 99 مليون برميل مع نهاية العام، ويكون في حوالي نقص بحوالي 2 مليون برميل.
لكن أنا لا أعتقد أن هذا السيناريو نوعا ما، خلينا نقول هذا السيناريو متفائل، هذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على العودة كاملة لقطاع الطيران. يعني خلينا المستثمرين حاليا جالسوا يتاجروا على نوع من 5 مليون برميل مفقودة من السوق ويتوقعوا عودتها مع نهاية النصف الثاني، وهذا اللي هو يعني خلينا نقول يبين اللي ما ذكرتيه حاليا. لكن أنا في حقيقة لا أعتقد أن هذا السيناريو 100% متوقع. أعتقد أنه قد نشاهد ارتفاع في الطلب من حوالي 2 مليون برميل إلى 2.5 مليون برميل مع نهاية النصف الثاني من العام 2021، فما أتصور أنه يكون هنالك في نقص في الإمدادات حتى من ناحية أوبيك بلس نفسها. أعتقد أنه أن الزيادة اللي جالسة توفرها أوبيك بلس حتكون مواتية للزيادة أو زيادة الطلب اللي حنشوفها في العام 2021، ولا أتوقع أن الطلب سيزيد عن ما تزيده من إمدادات المنظمة. من باريس دكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي في سي ماركتس لندن، شكرا جزيلا لك. حصل